السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة ديالكم ميزات ماروك. إذا كانت هذه أول مرة تزوروا فيها القناة ديالنا، ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. وبالنسبة للناس اللي باغيين يحطوا الإعلان ديالهم في القناة ديالنا، ما عليكم غير تصيفطوا المعلومات وتصور في الواتساب ديال النمرة اللي غادي تبان قدامكم وحنا كنتكلفوا بالباقي. السيارة اللي معنا اليوم هي فولكسفاجن كادي ماكسي 7 البلاص، سيارة عائلية موديل 2016، ضربة تقريبا 100 ألف كيلومتر. طوموبيل فيها كراسة كبير، ايرباك، غادار دو ركول، فيتر الكتريك، كليماتيزي، ABS، بزاف ديال لي زوبسيون اخرين. بالنسبة للثمن هنا كتلقى 125 ألف درهم، 12,500,000. الى عجبتو الطوموبيل وبغيتو توصل مع مولاها غنحط لكم الملف في اسفل الفيديو. وإلى اللقاء.